السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف الشديد وأنا بشرح عملت جزء كبير جدا في ارتجاع العمر الموردين واللون قطع بتاع كل الشرح أنا شرحته. عملت أنا إيه بقى في الفضل أنا شرحت؟ دخلنا هنا في البحث، عدلنا شوية حاجات بالمنظر ده كده أهو، وهنا وقلنا هنا لو كمية كبيرة عن الكمية المشتراة يدينا نفسها كمية منتجة أكبر من الكمية المشتراة إطلاقا. لو عملنا 5 أصل انتجعت مش هيدينا الإثارة دي. طب دلوقتي المفروض أنا إن أنا بكتب 50 مثلا، المفروض بعد جزء 50 ويدينا الرسالة دي، أما أجي أدوس عليها يشيل لي بقى الـ50 دي. تعالى بقى نشيلها، نشيلها انقطع بعد ما شملت شك كبير قوي، وللاسف شديد التسجيل كله راح بتاع اتجاه الموردين. احنا قلنا هنا في تيبل 13، تيبل دوت نعرفه من الأول، تيبل قلنا ده تيبل 13، والكلمة دي تتمسح اللي هي الريديو. هنيجي هنا عند ديت الرسالة وناخد بس العنوان، بس هناخد دي نيجي هنا هنتفق الماكرو ران كود دوت بيساوي نل، بس كده شوف كده ان شاء الله تشتغل معانا ما يحصلش اي بروبليمة. اتجاه مورد رقم حركة 6 هنرجع 50 ما شالش للأسف. ماشي كده هنضطر نعمل هنشغل الأكواد، هنشغل الأكواد من الإغلاق. وهنعمل كود فورم 3100 الكلام ده، وهنعمل شيل نضيف ريكورد، نضيف ريكورد ماشي. هنعمل كده اتجاه العملاء ونشوف كده الدنيا فيها ايه. شوية عشان كده مفتوحة، نقفل اتجاه العملاء على الموردين 60، الرسالة ظهرت واختفت شايفين اهو. طب دلوقتي دي نقطة، النقطة التانية، النقطة التانية مهمة جدا. نعم ماشي، طيب دلوقتي بقى هنا المفروض القيمة الافتراضية على الأقل لازم تساوي صفر. يبقى هنا لازم أول حاجة نعملها القيمة الافتراضية بتاعتها بتساوي صفر.
يساوي صفر. دي أول نقطة. يعني المورد ما سويتش صفر للأسف. هنعمل زرار صغير ونكتب كلمة ارتجاع. نعرف بس الأول ده منضم، منضم، بس هنا هنشوف اللي هو الراتب الكام. تيبل 4 ولا تيبل كام؟ هنشوف الأول تبع هاي تيبل، تيبل 5. وهنا بتساوي القيمة الافتراضية بتساوي نصف صفر. مفيش ليه ما برضك ما سويتش صفر ليه؟ مش عارف. طيب مش هنختلف كتير، بس كل اللي هنعمله دلوقتي ده كله في التجميد. ده في التجميد. هنعمل وسطا وعملية تجميد. مينفعش حد يعدل على البيانات دي، انما ممكن اللون زي ما هو ينزل اليوم، مفيش نهارده الأسبوع اللي فات. هنا دلوقتي عايزين نعمل ارتجاع للمورد، هنعمله فين بقى؟ بص يا سيدي. لما احنا دخلنا حساب مشتريات وعملنا هنا الشغل، هنا لما عملنا الشغل الادخالات دخلت فين؟ هنشوف كده ايه الادخالات بتاعت المشتريات دي دخلت فين. دخلت في تيبل 5. يبقى عندك تيبل 5 فيها شغل، وهنا وستة وسبعة. طب نشوف الأول خمسة بيقول ايه خمسة، وهل هي الاتجاه هيأثر لو احنا ما دخلناش حاجة في تيبل 5؟ هنعمل هنا بدل الكلمة دي هتبقى كلمة مرتجع للمورد، هتبقى كلمة مرتجع لأي المورد. تمام، مرتجع للمورد. احنا كده هنمشي ننظف الجزء ده. فيلد 2 في تيبل 5
النقطة التانية ده خلاص مش هيبقى متضمن، مش هيبقى تبع حاجة، مش هنحتاجه، بس محتاجينه ان احنا خلاص بقى يا اخي بقى امشي بقى، كان عندك دم. احنا مش عايزينه يكون منضم، هنيجي مثلا هنا وهنعمل ارتجاع، نضغط على الزرار دوت، ايه اللي يحصل؟ هنقول هنا عند الضغط على هذا الزرار هنطبق الآتي، هنضيف بيانات الى جدول مختلف خلال كوبة فقط لا غير. بس هنا هنعمل ثلاث حاجات، هناخد الجزئية دي كلها يبقى ديم عند الاتجاه هنستخدم ثلاثة ديم، الديم الأول بي ان بي كي، وبعد كده الثاني بي سي، الثالث يبقى بي دي، ماشي. بعد كده الخطوة الثانية ست البي كي بتساوي، هنعمل حاجات في تيبل خمسة، هنودي حاجات في تيبل خمسة. نفس الشيء البي سي ديت هنودي حاجات في تيبل ستة. والبي دي هنودي حاجات في تيبل سبعة. كمل بعد كده بقى ايه، اد نيو يعني نفذ الادخال بتاع بي كي، ونفذ الإدخال بتاع بي سي، بعد كده ننفذ الإدخال بتاع البي دي. نكمل وبعد كده هنعمل أبديت للتلات حاجات دول للبي كي، وبعد كده هنعمل حاجات ادخال بي سي الابديت بتاعها، وبعد كده هنعمل ابديت للبي دي. تمام كده، بس قبل ما نعمل ابديت هندخل البيانات هنا.
اول حاجه هنعملها واللي هي في تيبل 5 بعنوان البي كي. البي كي فين تيبل 5 هنا؟ ده في فيلد 2 هتساوي بين علامتين تنصيص، ارتجاع للمورد. تعال نجرب كده، هرجع 2 للمورد ارتجاع، كمية مرتجع أكبر من المشتري. لا، ازاي بقى؟ مسحت كمان دي كاين تمسح ازاي ده بعد 2 بس. طيب تعال نشوف المشكلة ديت. بعد التحديث قلنا هو هنا اسمك كده مش اكبر، هو كده مش اكبر. ايه اللي حصل؟ تعالى نشوف يمكن في حاجة عكسية. اتنين من 50 مثلا، طيب في حل تاني؟ في حل تاني، هنشوف كده الحل التاني تعمل ازاي في الظروف اللي زي دي. هنطبق حاجة اسمها اي اف. فين الاي اف اللي هنا؟ فين الاي اف اللي هنا؟ حاجة اسمها اي اف هادي. هنيجي هنا الأول نتعرف بالإخوة. اسمك، هحط اسمك هنا. لو ده أكبر من الافند التاني اللي هو اسمه فيلد 7، بس تعمل لي واحد كده تعمل لي 0. اي اف نفذ. يلا هنا عملت 0، ماشي يلا. ليش يا اخوي؟ لو عملت هنا 60، ايوه كده. طيب بص بقى، احنا الرسالة بقى ايه؟ الرسالة
بعد التحديث، بعد ده اسمك ايه يا فندم؟ اتعرف عليك تكست 94 من بعد التحديث. بعد التحديث لو يا فندم بتساوي واحد، طلع لي رسالة تقريبا بتساوي صفر، طلع لي رسالة كده. لما نشوف كده ما طلعش. طلع لسانك بقى، طلعش برضه كده. تعكسها يعني، نعكسها. نيجي هنا بعد التحديث بتساوي واحد، طلع رسالة شكرا يعني المورد اهو كده. عملت هنا 50 اشربه. هنا بقى لما بيجي يقفل ما يعملش نال بقى. تعال تاني كده، قول له لا يا عم، قول له لا يا عم، مش عايزين نال، احنا عايزين تساوي صفر عند الاغلاق. بتساوي ايه؟ صفر. اشربه. خلاص كده الحته دي هنيجي عند دي، انت اكيد عارف هعمل ايه. ايوه انت كده متابعني، انت كده متابعني من زمن كده اهو. تجيبوا بقى 5. انت شفت كم مرة رجعت الموارد كانت قد ايه؟ كل ده رجع للموارد. جه بقى وقت الندم، اللي انا ما كتبتش هنا فوق كل خانة، اللي انا مش عارف ده ايه هو الواحد وايه هو الاثنين. ده بقى وقت الندم زي ما بيقولوا. في ناس كتير قوي بتقول لي اكتب، تقريبا هو ده الكمية، تقريبا هو ده ايه الكمية. ماشي كده، ماشي. احنا عامة مش هنختلف كتير، هنخليه في الاخر لحد ما نعرف ده ايه، ايه هو الواحد وايه هو الاثنين، لان مش هو ده الكمية. هنيجي عند فيلد 4 وتساوي فيلد بقى، بيساوي ايه بقى اسم الصنف عنده. فين اسم الصنف؟ اهو تقريبا الكود. لا لا الكود بس، خلاص همشيها دلوقتي. اسم الصنف فيلد 4 بيساوي بالصدفة فيلد 4 الاتجاه كده اهو. الكلمة الحلوة دي كده اهو. شفت بقى مشكلة العربي، انا نادرا ما بكتب عربي، بس اضطريت اكتب المرة دي عشان انجز وقت. طيب ما اضطريت في ايه، مش مشكلة. فيلد 4 بتساوي مي دوت فيلد 4. فيلد 4 تعال نشوف. واحنا ورانا حاجة، ما وراناش حاجة، واحدة واحدة. اتجاه المورد
اخر شهر بحث وريني هرجع يا سيدي 3 ارتجاع. ما هتشتغل لي في اللزق بقى، ما خلاص خلصنا من القصة دي. ده 3 اهو، في ايه يا عم؟ هرجع تاني نشوف ايه القصة دي. اظهر واحد. طيب 50 واحد. الله، 2. انت بتسوي واحد ليه؟ استغفر الله العظيم، كل ذنب عظيم يا رب. ماشي، عامة انا ايه احتمال عشان ما عملتش ال، طيب هنعمل حاجة زي دي كده، تكس صغير اللي هي بتاعت ديم اكس دي، حتى عشان ايه اختصارا للوقت، عارفين ديم فين. هات ديم سي، سي بتساوي سي وهكذا. تعالى بقى هنا في الهم بتاع تاني. طب ما حملنا كده في ايه؟ طيب تعالى نشوف كده كده. يا ابني شو اسمك كده يا ابني؟ طب بلاش سي، شوف حاجة تانية غير السي. اتش واضح عشان ان صب المكرمة مرتين ممكن. مش عارف اعمل ايه. اسمك ايه هنا؟ ايه شايف؟ حاسس ان هنا جيب اكس
2 اكس جاي اتش اتش بتساوي الكلمة دي بالتكست. التكست التاني بتساوي اتش اتش بنصوت في ايه يعني مش عارف ما في ايه. تعالى طيب نشوف النقطة دي ناخدها دي لازم نقفل يعني. موجود بقى بتعمل كسرة في كل اللي فيه ده. قلنا ده 96 كده عشان نعرف بس المشكلة في الكلمة دي ولا ايه بالظبط. احتمال عشان يكون هي عشان هو في ابديت وقصه روايه. وهنا بيقول ايه في هنا معادله مهمه قوي. بس كده نشوف لنا حل. هنا بتساوي واحد عملنا 50 برضك هي واحد. انت بقى بناء على ايه بتساوي واحد؟ تعالى بقى نشوف كده الاي اف بتاعتك دي شكلها مضروبه. انت بتقول هنا لو ده اكبر من ده واحد غير كده بتساوي صفر. انا عملت 2 هو 2 اكبر من 10. لو ده اكبر من ده فيلد 7 ما اشوف كده فيلد 7 يا ابني. ما 7 ايه اكبر اي اف. لو ده اكبر من 7 تعالى نعملها كده من هنا اهو. نغير علامة؟ نغير علامة ولا ايه؟ دي علامة اصغر دي تقريبا. نشوف نغير علامة كده الدنيا فيها ايه؟ ايه؟ يا شيخ 50 بس عكسها لي بقى مش هيسوي صفر خالص. طب في حل تاني؟ في حل تاني.
انا هريحك بقى، تشيل بقى الايف دي خالص، ولا ايف ولا زي ولا اي زفت. هنعمل بقى ايه، دي بتساوي، هو انت اسمك ايه يا حبيبي؟ تيك السبعة. ماشي تعالى، فين تيك السبعة؟ هنا، اطلع بقى، اطلع كده، عندك دم. فيلد سبعة، فيلد سبعة، معلش فيلد سبعة، تعالى انت بقى، فيلد سبعة ناقص. بس شكرا. عملنا بقى هنا 60. ايوه عملت نقص. ماشي نوقف على كده.